انا يعني هو ربنا بيحبه ان هو ربنا ما طولش عليه حالته، حالته كانت خطيره جدا جدا جدا. هما يومين بس حضرتك. ايه اللي حصل في حالته؟ بصي، هو كان لغايه يوم الجمعه كان كويس جدا جدا، حصلت له حاله نفسيه ما بقاش عارف مين اللي قدام منه، ياه. يعني ما بقاش عارف مين. يعني انا نزلت بقول له يا استاذ شهاب انت كنت فين؟ هو بابتسامته بادبه حتى في حالته النفسيه بيقول لي نعم بابتسامه. فانا من خبرتي فهمت على طول ان هي حاله نفسيه، لان هو ما عرفنيش الكلام ده قبل يومين من الوفاة. بالظبط. بص، صباح السبت، صباح السبت الحاله، بس كان مبتسم، يعني كان مبتسم، جات له الحاله بابتسام. على الليل كان وشه حزين حزن، والله القلب مكسور من المنظر بتاعه اللي هو وصل ليه. يعني هو اولا جم زمايله في الشركه ما عرفهمش، وللأسف يعني حضرتك بتقصد ان حالته كمان يعني النفسية والصحية كانت لا، متأثرة صحته كويسة بسبب جدا، حزنه. صحته كانت كويسة جدا. هي بص، العملية كلها نفسية 100%، يعني الصدمة بس بشكل مفاجئ بشكل يعني. مفاجئ هل خالص. كان زعلان قبلها طبعا فقلب طبعا الزعل؟ طبعا طبعا زعلان ان هو ما بيشوفش ابنه حضرتك. يعني بيفكرك واحد، يعني ده يعني معروف يعني. بص اقول لحضرتك على حاجة. انا برضه كنت في حزب الوفد، شهاب واحد من ملايين اللي انا شفتهم النهارده، والالوفات من قضايا الرؤيه. انا صدمت النهارده وحزنت جدا جدا على المنظر اللي حضرتك شفته. كنت موجود في كنت المؤتمر. موجود في المؤتمر. حاجه تحزن، ازاي اب يتحرم من رؤيه ابنه؟ ازاي ده المفروض؟ يعني لو احنا لو ولاد اصول وبنفهم في الاصول فعلا، مفيش مشكله، الطلاق وارد، لكن في مشاركه بين الاب والام في تربيه الاولاد. ده ولاد الاصول بيعملوا كده، ولاد طبعا الاصول بيعملوا كده. طبعا. انا اعرف نماذج كتير جدا جدا ما ربنا ما وفقهمش في حياتهم الزوجيه، لكن فضلوا لمصلحه ولادهم من ناحيه الام ومن ناحيه الاب لغايه ما الولاد اتجوزوا. طب نرجع